حياكم الله أحبتي المشاهدين. المكتبات العامة هي نوع من أنواع المكتبات التي تسعى لتقديم الكتب ومصادر المعلومات لكل روادها والباحثين عن المعلومة بشكل عام، وأيضا هي تلبي حاجة الفرد وتشبع رغباته من خلال مطالعة الكتب والتزود بالمعرفة. إذا بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا سنناقش هذا الموضوع المهم والحيوي في عصر بدأت تتراجع المكتبات المركزية العامة أو تختفي، فليش لا ما يكون هناك إعادة هيكلة للمكتبات العامة المركزية؟ ليش لا ما نحاول إنه نمزج بين الكتب الورقية والإلكترونية ونحاول إنه يعني نطورها ونصير بعصر التطور والتكنولوجيا؟ فتفاصيل كثيرة أكيد سنتعرف عليها سويا، لكن قبل أن نخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير وراجعين. بين انتشار الكتب الإلكترونية وشح القراءة، تبدو المكتبات العامة خاوية إلا من دارس هنا وباحث هناك. مكتبات مهملة مظهرها بائس، بلا لافتات جيدة وتصاميم حديثة، تفتقر للدعم وكأنها تعيش في غرفة الإنعاش وهي مهددة بالموت إذا لم تتم معالجة مشكلاتها وإيجاد طرق بديلة لتوفير ما يعينها على البقاء، حيث سرقت مغريات الحياة الاجتماعية الحديثة كالإنترنت والألعاب الإلكترونية والفضائيات الناس عن الكتب، وهو ما انعكس بشكل واضح على ارتياد المكتبات حتى وصل بعضها مرحلة حرجة من الكساد، حيث أغلب المكتبات العامة في العراق تفتقر إلى مقومات المكتبات النموذجية التي تستطيع أن تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله، فيلقي المتخصصون المسؤولية على الجهات المعنية لتوفير ما يجعل القراءة جزءاً من دورة الحياة اليومية عن طريق تشييد المكتبات في جميع المحافظات وتفعيل دورها لتحقيق أهدافها بنشر الوعي بأهمية القراءة وتوفير المكتبات والكتب الجديدة التي تواكب التطورات العلمية لإعادة الروح إليها. طبعاً الاهتمام بالثقافة وبالتعلم والقراءة هو أمر يجب أن يغرس في الأطفال وفي نفوس الأطفال منذ الصغر، مثل ما نقول التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. وليش نقول للأطفال؟ لأن الأطفال هم البذرة الأساسية وهم الذين يقودون المجتمع فيما بعد، فإذا كان يتعلم على القراءة ويتعلم على حب المطالعة وتفاصيل كثيرة راح يكتسب مهارات عديدة. فيجب أن نسعى ونهتم بموضوع التعليم لأن هو البوابة الأساسية للنجاح في كل مجالات الحياة. فراح نبتدي بالمكتبة المدرسية. المكتبة المدرسية هي يعني نوع من أنواع ومرفق من مرافق المدرسة المهمة يجب أن تتوفر في كل مدرسة، بسبب أن هذه المكتبة المدرسية تضم مجموعة من الكتب، مجموعة من القصص اللي نوعا ما تحاول أنه تلبي رغبات واحتياجات الطفل، تسعى إلى أنه الطفل يكتسب بعض المهارات وبعض المعارف حتى تفيده في المستقبل. احنا نشاهد انه هذه المكتبة المدرسية لو توفرت في الوقت الحالي هي راح تحقق اهداف عديدة، اهداف تربوية، اهداف تعليمية، اهداف ثقافية، اهداف اجتماعية، راح تكون هي بوابة اساسية لتطوير هذا الفرد وللاستفادة منه فيما بعد في المجتمع وفي الحياة بصورة عامة. في السابق كان موجودة المكتبة المدرسية، كان يعني نوعا ما من خميس ياخذ الطفل كتاب معين هو اللي يحبه، وايضا هو راح يبقى عنده فتره العطله جمعه وسبت او خميس وجمعه ويحاول انه هو يرجع هذا الكتاب للمكتبه. بهاي الفتره هو راح يعرف ويكتشف بعض الامور، راح يحاول انه هو يشجع على القراءه، راح المعلمه تساله بعض التفاصيل عن هذا الكتاب اللي اخذه، هنا راح ننشط ذاكرته وبالتالي راح تطبع في باله بعض المعلومات المهمه جدا. في الوقت الحالي نلاحظ انه هذا الموضوع اختفى تماما، ماكو اي اهتمام بهذا الجانب، ماكو اي اهتمام بموضوع القراءة، يعني قراءة الدروس الاساسية يعني مثل ما نقول يعني يحاول انه هو يقراها بصعوبة، فنشوف انه كل ما يشاهدنا يقول هو خلي يقرا واجباته اول بعدين انه هو يقرا كتب، لا، احنا اذا شجعنا على هذا الموضوع راح هو يسعى جاهد حتى يعرف هذا الكتاب شنو بيه، شنو التفاصيل، دور المعلم انه هو في يحاول انه يبرز له او يساله بعض الاسئله وتكون مثل الحزوره وغيرها من التفاصيل حتى يشجع على القراءه، لان اطفالنا في الوقت الحالي هم مغروسين بموضوع السوشيال ميديا، بموضوع مواقع التواصل الاجتماعي، باليوتيوب، بعالم الانترنت، وهذا العالم الخاص بهم
فليش لا نحاول نرجع ونحاول انه نهتم بموضوع المكتبة المدرسية، لأن هي الأساسية التي تقود الفرد وتسمع من عند شخص مثقف، شخص واعي، وشخص انه مهتم بحياته وباسلوب حياته، لان من خلال الكتب راح يتعرف على ادباء، شعراء، مثقفين، مؤرخين، راح يكتسب بعض المهارات وبعض التجارب الحياه اللي موجوده بهذه الكتب راح هو يحاول انه ينسبها له. راح تقول الطفل لا، الطفل راح هو ينتبه وراح يعرف بعض المعلومات مع الشرح. فالسؤال هنا ليش لا ما تعود المكتبات المدرسيه الى الواجهه ونهتم بهذا الموضوع المهم حتى نسعى لانشاء جيل واعي ومثقف. نشوف الجواب احنا وياكم راجعين. وزارة التربية تبذل ومنذ فترة جهدا في دعم النشاطات اللاصفية وجوانب غير العلمية البحتة والتي تتعلق بدروس الرياضة والفنية، وأيضا دعم المكتبات المدرسية لما لهذا الجانب من أهمية، كذلك تحفيز الطلبة على القراءة وعلى عمل بعض البحوث خصوصا لطلبة الإعدادية. هذا طبعا الغرض من عنده هو تحفيز الطلبة على العلم والمعرفة وعلى اعتياد القراءة، إضافة إلى الشراكات التي لدى الوزارة مع مختلف المنظمات ومختلف الجهات التي تقوم بدعم هكذا أنشطة وفعاليات ومشاركات، خصوصا أن العراق يشارك سنويا في المسابقات المهمة العربية والدولية الخاصة بالقراءة ويحقق إنجازات بهذا الجانب. نأمل في وزارة التربية إلى دعم أكبر وإلى تكثيف الجهود بهذا الجانب، لأنه هذه الجوانب بالنهاية تنعكس على القيمة العلمية والثقافية بالنسبة للطلبة، وهي جانب مهم وحيوي ضمن البنية التعليمية بشكل عام. أحبتي المشاهدين، طبعا مع تطور الحياة وسرعة إيقاعها بدأت تتراجع المكتبات المركزية العامة في العراق بسبب عصر التطور والتكنولوجيا، وكل من دي شاهدني الآن تدور في أذهانه موضوع أنه تجي تحكين يا مكتبة مركزية كل شيء اللي نريده وأي معلومة نريد نحصل عليها بكبسة زر على الإنترنت راح نحصل عليها. يعني هذه الأمور أصبحت من الماضي، أصبحت قديمة، منو بدأ يقرأ بالكتب الورقية وهسه موجودة الكتب الإلكترونية؟ صح أنا وياكم، لكن لا ننسى أنه هذه المعلومات ممكن موجودة على الإنترنت صحيح، ممكن بكبسة زر نحصل عليها صح، لكن لا تطبع في الأذهان مثل ما أنه أنت تقرأ كتاب. ما راح نقدر على نحصل على مصدر المعلومة الأساسي والصحيح مثل ما دا نحصل عليها من خلال الكتاب. طبعا موضوع السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي وموضوع الإنترنت وعصر التطور والتكنولوجيا، هذا خلى أن المكتبات المركزية يلغي دورها بعد ما كانت هي الأساس بنشر الثقافة. أصبحت السوشيال ميديا هي اللي تنشر الثقافة، والثقافة هي غير محببة لأغلبهم. طبعاً أصبحت هي اللي تنشر الثقافة، تنشر التعليم، تنشر المعرفة، وهذا كله هو أمور غير حقيقية وغير صالحة، بينما لغت هذه السوشيال ميديا وهذا التطور التكنولوجي موضوع المكتبات المركزية بعد ما كانت هي الأساس وهي اللي تؤدي أدوار محورية وأساسية في حياة الفرد. طبعاً عندما نتج المكتبة المركزية ومكتبة العامة الموجودة راح نحصل على معلومة أساسية، بالإضافة إلى يكون الجو هادئ مريح للنفس مريح للعين. أكو أصحاب اختصاص موجودين، كانوا طبعاً في السابق أصحاب اختصاص أنه أنت من عدة بعض الاستفسارات وبعض المعلومات تقدر تحصل عليها من أصحاب الاختصاص، لكن في الوقت الحالي نشاهد أنه بسبب هذا التطور تراجعت وانهدرت موضوع المكتبات والكتب الورقية مع الأسف. بالإضافة أنه إحنا ليش لا نحاول هاي المكتبة المركزية تعود إلى الواجهة ونسعى أنه هي تعود إلى الواجهة من جديد، بالإضافة إلى أنه إحنا محتاجين هذه المكتبات بسبب أنه الكثير من الشباب اللي باحثين عن العلم والمعرفة وعن المطالعة وعن أنه هو يريد يسعى ويصبح في مستوى معين في الحياة أنه يبحث عن المعلومة من خلال مكتبة. الآن نشوف أي شخص يريد يقرأ مثلا أبسط شيء امتحاناته راح يقرأ بمقهى كوفي بأجواء يعني الموسيقى وغيرها وأمور أخرى، فهنا ليش ما نحاول نوفر هذه المكتبة حتى الشخص يقدر يقرأ بها؟ ليش ما احنا نحاول ان الشخص مثلا يجي من محافظات، واغلب الكليات هي يعني بغداد لكن اكو محافظات يجوها الى من يعني من محافظات الى بغداد، ها ايضا ليش ما تكون هذه المكتبه يجي يقعد يقرا بيها بجو هادئ بعيد عن السكن الثلاثي والرباعي
يخلص معلوماته، يتعرف على بعض الأمور، يقرأ، يرجع لبيته أو سكنه. هذه الأمور يجب أن الجهات الحكومية تضع في بالها أنه هذا الموضوع مهم جداً، بالإضافة موضوع مهم لكل مفصل من مفاصل الحياة هو أنه نهتم بالقراءة ونشجع على القراءة من خلال الكتب الورقية. فالسؤال هنا، هل سيبقى حال المكتبات على ما هو عليه في عصر الإنترنت؟ ليش لا ما نمزج بين التكنولوجيا الحديثة وبين الكتب الورقية وتكون هناك توليفة جميلة يستفاد منها الجميع؟ شوف الجواب وراجعكم. بالنسبة إلى كيفية التوليفة والدمج بين المكتبات التقليدية والورقية والمكتبات الإلكترونية، أو كيفية جعل المكتبة التقليدية تواكب وتستفيد من التقنيات الجديدة أو ما يسمى بثورة المعلومات، بدأ دار الكتب والوثائق بفكرة إنشاء المكتبة الرقمية عام 2009، بدأ هذا المشروع وبدأ العمل به إنشاء المكتبة الرقمية، شرعت بها دار الكتب والوثائق عام 2012 أو ربما قبل هذا العام. العمل الفكرة منه هو أرشفة الموروث الثقافي من كتب ووثائق موجودة في داخل دار الكتب والوثائق، أرشفتها على الطريقة الرقمية أو أرشفتها إلكترونيا. الحقيقة المشروع فكرة أرشفة الوثائق أو الكتب أو الرسائل رقميا هي عمليا بدأت عام 2008. نعم، نحن بدأنا بهذا المشروع. قسم الآي تي تكنولوجيا المعلومات واحدة من مهامه هو أرشفة الكتب والرسائل والوثائق الموجودة في دار الكتب والوثائق. أرشفت العديد 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 جدا من الوثائق الموجودة التي تحتفظ بها دار الكتب والوثائق، لكن طالما أن هذا المشروع هو مشروع كبير وطموح وجدي، لذلك الرؤية كانت باتجاه إنشاء مكتبة رقمية لتضم هذا الكم الهائل من الكتب والوثائق وأرشفتها بطريقة إلكترونية تسهل على الباحثين والمستخدمين لموقع الدار الموجود لدينا حاليا في صفحة دار الكتب والوثائق الإلكترونية، يسهل على الباحثين خدمات المعلوماتية أو الخدمات المعلومات اللي يقدمها هذا القسم بإطار أوسع. مشروع أرشفة الكتب الورقية أو الوثائق الموجودة الورقية إلكترونيا هو مشروع جدي وحريصون جدا على الاستمرار به، خصوصا ما أن كوادرنا الآن بطور الانخراط في دورات نتطلع إلى إقامتها في القريب العاجل. هم أصلا يوثقون وإلكترونيا ويؤرشفون ويزودون الموقع، موقع الدار ومكتبة الدار الإلكترونية بين الحين والآخر بما هو متوفر من كتب. وصل نسبة التوثيق إلى كمية كبيرة جدا، تصل إلى أكثر من يعني ربما مليون أو أكثر أو ما يقارب هذا الرقم. التحدي الذي واجهنا في هذا الجانب هو تحدي ربما هو يعتمد على دعم المشروع، دعم تدريب المنتسبين إلى قسم الآي تي، دعمهم للانخراط في دورات مثل ما قلت سابقا، دعم مالي بالدرجة الأولى ودعم يتعلق بتوفير أجهزة إلكترونية تخدم مشروعنا، مشروع رقمنة الوثائق أو الكتب. مع ذلك نحن متفائلون جدا، متفائلون بالإمكانيات التي الموارد البشرية الموجودة في دار الكتب والوثائق من العاملين في قسم الآي تي وحتى في الأقسام الأخرى
هناك روح يتمتع بها موظفو دار الكتب والوثائق، روح من التعاون، ويشتركون جميعا بسلسلة من الأعمال تؤدي بشكل أو بآخر إلى التعاون والدمج بين الورقي والإلكتروني. المشروع مستمر، والإمكانيات رغم محدوديتها ورغم تواضعها، لكن نعول على ما يمتلكون من مهارات وجدية وطموح وتفاؤل. وهناك رؤية مستقبلية لتطوير مشروعنا، مشروع المكتبة الرقمية، بما يتناغم مع الواقع العراقي وما يتناغم مع نسبة النمو في الوثائق والأطاريح والكتب التي تقدم إلى الدار سنويا، واللي يزيد عددها على المئات بل العشرات من أو المئات الحقيقة من الكتب والوثائق. أحبتي المشاهدين، يعني إحنا نتحدث بحلقتنا إنه المكتبة المركزية مهمة، المكتبة هي إلها أساسها، المكتبة هي اللي نحصل عليها على المعلومة الأساسية، لكن في للأسف في العراق تحديدا في بغداد نلاحظ هناك إهمال كبير للمكتبات العامة. نلاحظ إنه أغلب المكتبات هي متهالكة، مكتبات يغزوها الغبار، نقص الكتب، ما بها عامل الجذب للقارئ وللزائر، أي يعني إعلانات ودعاية لإصدارات الكتب الموجودة وغيرها، نوعا ما أن الكتب هي قديمة ومتهالكة ومفقودة أصلا. يعني إذا شخص رادي يعني يلتجئ لها يعني يحاول أنه يلتجئ لها حتى يحصل على المعلومة، لكن للأسف يلقى الكتاب ما موجود. بالإضافة أن المكتبات بنشاهد بها هي غائب عنها أصحاب الاختصاص والأساسيين في المكتبة، لأن هم اللي نستعين بهم حتى نحصل على المعلومة أو نسألهم بعض الأسئلة والاستفسارات. يعني في السابق كان شخص، أي شخص يريد يسوي رسالة ماجستير، أطروحة، راد يعني يسوي فد حدث أو فد رسالة مهمة، يرتجئ للمكتبة وأيضا يستعين بأصحاب الاختصاص، لكن للأسف هذا الشيء ما متوفر وغير موجود الآن. فيضطر الشخص انه يعتمد على الانترنت، يضطر انه هو ياخذ الكتب عن طريق التسوق الالكتروني، عن طريق المكتبة الالكترونية الضخمة، لان يجد بها كل الكتب واحدث الاصدارات، وايضا يجد بها كل ما يحتاجه. فلهذا بنشوف انه بدات تتراجع وبدات تختفي المكتبات، ويعني الموضوع الامر انه بعض المكتبات الموجودة الان حسب أصحاب الاختصاص بدأت تختفي وبدأ يتغير تصميمها الأساسي. يعني نعرف إحنا بالتصاميم الأساسية بإنشاء المدن وغيرها إنه في كل منطقة أكو مكتبة مركزية عامة وهي مخصصة لأصحاب المنطقة ورواد القراءة، لكن للأسف في الوقت الحالي موجودة المكتبة وأساسية، لكن بدأت تأخذ ممكن تصير كلية أو ممكن تأخذ تصبح مقهى وغيرها من الأمور. فيجب ونسعى حتى نحصل على المكتبة ونحافظ على هذا الإرث الحضاري الثقافي التعليمي التربوي المهم. يجب أن نكون يد واحدة حتى ننهض بهذه المكتبات الأساسية، لأن الآن أصبح الملاذ الأول والأخير لأي شخص يبحث عن المعلومة هو الكتب الرقمية وغيرها. فإحنا نسعى مجاهدين بحلقتنا لليوم أنه سلط الضوء على هذه النقطة المهمة، لأن هي أساسية، هي يعني هي صلب الموضوع، اللي أنه إحنا نسعى أن تتوفر مكتبة تمزج بين الحاضر والماضي، تمزج بين الكتب الورقية والإلكترونية. أنه ممكن المكتبات الموجودة الآن أنه يتم رعايتها، الاهتمام بها، إعادة الهيكلة، تصميمها الأساسي، ليش ما تكون هناك تزود بالكتب؟ ليش لا؟ يعني إحنا قادرين على أن إحنا نزودها بالكتب، وإحنا أهل العراق هو بلد الخيرات وبلد المعرفة وبلد العلم، ليش لا نزود هذه المكتبات بالكتب الأساسية والمهمة؟ من نحاول نأسس ونحاول نعيد هيكلة البنى التحتية، تكون بتصاميم حديثة، نحاول ندخل عالم الانترنت لهذه المكتبات الورقية وتكون عملية البحث سهلة. عندنا خريجين هواية موجودين من خريجين يعني مكتبة، نحاول نوظفهم بهذه المكتبات ونستعين بقدراتهم وغيرها. فهذا الموضوع جدا مهم، نسعى من خلال برنامجنا أن نسلط الضوء عليه، ونتمنى أصحاب الاختصاص ونتمنى الجهات
المعنية والحكومية ترتجئ لهذا الموضوع وتحاول أن تحل هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن. فإحنا وياكم نريد أن نعرف جملة من الصعوبات والمشاكل تعاني منها المكتبات، كيف أنه إحنا نتغلب على هذه المشكلات وهذه الصعوبات حتى ننهض بالمكتبة العامة المركزية ونستفاد منها ويستفاد منها الجميع. شوفوا جواب وراجعي. طبعا المكتبات العامة تنتشر في كل أنحاء العراق من تهوك إلى البصرة، وأهم المكتبات العامة هي ما موجود في محافظة بغداد، حيث تحتوي على قرابة 20 مكتبة عامة. وإضافة لذلك الرديف لها والشريك لها هو المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي. طبعا مكتبات محافظة بغداد تنتشر في مناطق المحمودية ومدينة الصدر والشعلة وحي الجامعة والمنصور وتقريبا كل أنحاء بغداد. هذه المكتبات تقدم خدماتها يعني طول أيام الأسبوع أثناء الدوام الرسمي، تخضع لقانون المكتبات العامة الصادر سنة 1996. طبعا المكتبات العامة وكل مكتبات العالم الآن تواجه معضلة كبيرة، وهي مسألة التكنولوجيا وكيفية استمرارها واستثمارها في المكتبات العامة. لذلك المكتبات العامة في العراق بحاجة إلى نهضة كبيرة، بحاجة إلى اهتمام أكبر، بحاجة إلى تشريع قانون، هو لأنه القانون صادر سنة 1996، وهذا القانون بحاجة إلى تحديث وبحاجة إلى دراسة جدية من أجل معالجة الفقرات القانونية فيه. إضافة لذلك هناك يجب أن يكون هناك يعني تفاعل من الجهات الرسمية والحكومية من أجل النهوض بالمكتبات العامة. في الفترة الأخيرة طبعا محافظة بغداد قامت بإعادة تأهيل وصيانة أكثر من 14 مكتبة في أنحاء بغداد. طبعا هذه المكتبات تقدم خدماتها للباحثين والدارسين وغيرهم من الجهات وكذلك المطالعين. المكتبات العامة طبعا لها قانون خاص، هذا القانون الخاص ربما يختلف في أجزاء كثيرة منه وتفاصيل كثيرة منه عن المكتبة الجامعية. نحن في تماس مع المواطنين، في تماس مع المثقفين، بل في بعض الأحيان هناك العديد من الكتب والمصادر التي يتم تزويدها للعديد من الباحثين والدارسين ليس فقط بالعراق بل حتى في الخارج. نحن مدعوون والجهات الرسمية كذلك مدعوة للاهتمام المزيد بالمكتبات العامة، وحقيقة هو الجانب الثقافي في العراق بحاجة إلى نهضة شاملة، بحاجة إلى تضافر جهود. الآن هناك توجه حكومي جيد من أجل الاهتمام بالمكتبات، ولعلكم سمعتم بالخبر الذي أمر به السيد رئيس الوزراء المحترم بإقامة وإنشاء مكتبة عامة كبيرة في كل محافظة. يعني هذه إن شاء الله أيضا بدأت المحافظات تتخذ إجراءاتها، وكذلك بالنسبة لنا كمحافظة بغداد أيضا هناك إن شاء الله سيكون هناك الشروع بإنشاء هذه المكتبة الكبيرة. الشيء الذي نتمناه ونطمح له أن تكون مكتباتنا العامة بمستوى الطموح وبمستوى المكتبات العامة في على الأقل في دول الجوار وكذلك العالم المتطور. المكتبات العامة كانت معهدا ومصنعا حقيقيا لإنتاج العقول العراقية التي ساهمت في بناء البلد منذ تأسيسها. طبعا تأسيسها منذ الثلاثينات والأربعينات إلى وقتنا الحاضر، بدأت من مكتبة الكاظمية وانتشرت في كل أنحاء العراق. طبعا نتمنى أنه تزداد عدد المكتبات وتزداد عدد الشوارع الثقافية إضافة لشارع المتنبي. نتمنى أن تزداد كذلك اهتماماتنا الثقافية، التوجه الثقافي، لأنه الإنسان يبدأ من خلال ثقافته. الإنسان البغدادي والعراقي بحاجة إلى هذه الثقافة، ثقافة القراءة، ثقافة الكتاب. طبعا كل دول العالم تسعى لتطوير مكتباتها سواء كانت التقليدية أو الكلاسيكية، وكلها تسعى للقراءة والشجع على القراءة. تبتكم نموذج مهم ونموذج يبين مدى أهمية القراءة للشخص والفرد وللدولة نفسها. شلون؟ مجموعة عمال نظافة طبعا أنشأوا مكتبة. شلون؟
عندما شاهدوا عمال النظافة أنه هناك مجموعة من الكتب ترمى في النفايات، حاولوا يجمعون هذه الكتب، حاولوا ينظفوها بطريقة معينة، حاولوا أن يحسنون من شكلها، وحاولوا أن ينشئون مكتبة. هاي المكتبة راح تقولون وين؟ مكتبة هاي موجودة بتركيا في مدينة أنقرة. هؤلاء عمال النظافة حاولوا جاهدين أنه ينشئون هذه المكتبة لإرسال رسالة، رغم هم عمال النظافة، لكن رسالة حقيقية ورسالة صادقة أنه يجب أن تقرأ. رغم أنا عامل النظافة، لكن أنا أشجع على القراءة وأنا مثقف، نيصل أن احنا نرمي الكتب في النفايات. أنشأوا هذه المكتبة. هذه المكتبة هي في مقر الإدارة لعمال النظافة، مخصصة لهم ولعوائلهم، مخصصة الدولة، حاول نشؤون بهذه المكتبة. هذه المكتبة بداية ضمت 20 كتاب جمعوها من النفايات ونظفوها وخلوها بهذه المكتبة. سكان المدينة شافوا أنه هذا الشيء غريب، هو يعني شيء ما مطروق، شلون عمال نظافة سووا مكتبة مقرهم تابع لهم، غيرها من التفاصيل. هذا التفكير، هذا الموضوع شجع، يعني عامل النظافة خلى الشخص المثقف يشجع انه هو يجمع كتب ايضا، حاول انه كل من عنده كتاب زائد او يشتري كتاب ويضعها في هذه المكتبة. وهذه المكتبة انشأت في عام 2018، يعني حديثا. هذه المكتبة بدأت الان تضم اكثر من 6000 كتاب، يعني الموضوع شقد عميق وشقد برسالة عميقة أنه تصل لكل من شاهدنا الآن ويستمع لنا، أنه هذا دليل عن أنه القراءة مهمة. القراءة هي تنم عن ثقافة البلد وعن وعي البلد، وعن أنه هو شقد راح يمر بمواقف. القراءة شقد مفيدة، راح تحل مشاكل بحياته، لأن ممكن هو يكتسب المعلومة والمعرفة من خلال الكتب اللي يقرأها. وهذه رسالة لكل من يشاهدنا، حتى لو ما كان عندك وقت يعني كبير، ممكن 10 دقائق كلش كافية أنه أنا أطلع على كتاب أو أقرأ كتاب أو غيرها. بالإضافة هاي رسالة لكل من يشاهدنا أيضا من الجهات المعنية، أنه نسعى جاهدين لإنشاء مكتبات مهمة مرتبة نظيفة، حتى نشجع على القراءة وننهض ببلدنا العظيم. لا شك نحن نعيش في عصر شبكات المعلومات، وهذه حقيقة يلمسها كل فرد في المجتمع الحديث المتغير. ودخول تكنولوجيا المعلومات في جميع المجالات أكيد، ومن ضمن هاي المجالات هي مؤسسات المعلومات المكتبات، وعلى وجه الخصوص المكتبات الجامعية التي جزء من أهدافها هو دعم البحث العلمي، والتي تعد العمود الفقري للجامعة. سؤال يراود الجميع، هل المكتبات التقليدية تفي بالغرض، أم يمكن تعويضها بالمكتبات الرقمية والافتراضية، أم إمكانية الدمج ما بين الاثنين؟ جميعنا يعلم أن زيادة تراكم المعلومات وتنوع وتعدد حاجات المستفيدين، فضلاً عن ترشيد استخدام قنوات الاتصال الجديدة لفائدة أكبر عدد ممكن من المستفيدين، الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في استخدام وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق مجتمع المستفيدين، مجتمع يتضمنه جميع المعلومات التي بالإمكان رفع مستوى الباحثين. وتعد المكتبات بمختلف أنواعها وأحجامها جزء هام من مؤسسات المجتمع التي ساهمت التكنولوجيا المعلومات في تطوير خدماتها، وعلى وجه الخصوص خدمات المستفيدين، أي ما تسمى بخدمات القراء. السؤال، يمكن أن تكون المكتبة الافتراضية أو المكتبة الرقمية أو المكتبة الإلكترونية هي العوض عن واقع المكتبة الملموس بما تسمى التقليدية. بلا شك هناك جملة من الآراء التي تباينت فيما بينها من خلال الدراسات التي تم الإشراف عليها والدراسات التي تم مناقشتها. كانت هناك غالبية النسب تتراوح ما بين 70 إلى 80، وحقيقة كانت مفاجئة أن غالبية الباحثين كان يفضل وجود المكتبة التقليدية. وكانت أهم 3 أسباب الرئيسة هي يكون الباحث والمستفيد يجد راحته ضمن مكتبة ما بين الجدران وكرسي
ومنضدة ويورق الكتاب ويلمس أوراقه وصفحاته. يجد الباحث في هذا المجال راحة نفسية، هذه من النسب اللي وردت لنا في البحوث. أيضا من ضمنها أنه يستطيع فهم المادة، فضلا عن التشارك المعرفي، يستطيع الباحث من وجوده بداخل مكتبه تشارك معرفي مع الزملاء، تشارك معرفي مع الباحثين، أيضا التشارك المعرفي ما بين مقدم الخدمة وما بين طالب الخدمة. فكانت والسبب الثالث اللي حصل أيضا على نسبة عالية هو يرغب الباحث أن يتجول ما بين مخازن الكتب ويسحب كتاب وآخر وهكذا. لكن هذا لا يغنينا أنه أن نتعايش ونواكب التطورات الحديثة، وخصوصا في مجال المكتبات، لأن المكتبات هي دائما أساسية. هنا عندنا استثمار المكتبات لابد أن تكون في البحث في قواعد البيانات والمعلومات، استثمار المكتبات الرقمية والمكتبات الإلكترونية ضمن المكتبة التقليدية، الترويج عن هاي الخدمات من خلال تحقيق المزيج ما بين المكتبة التقليدية والمكتبة الافتراضية. كل وسائل والأدوات اللي ساهمت في رفع مستويات المكتبات الجامعية هي من خلال مشاركتها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. نلاحظ هنالك علوم لابد أن تكون معلوماتها سريعة وهي تقادمها يكون سريع، مثل العلوم الطبية والعلوم التقنية والعلوم الأخرى. إذن يجب أن نواكب ونكون ضمن المستوى المطلوب في تقديم أفضل المعلومات والخدمات في السرعة الممكنة وأقل جهد، أقل وقت، وبأقل كلفة. لذا أصبحت المكتبات اليوم تزاحم بقية المؤسسات ولا تفرق عنها في تقديم الخدمات الحديثة. هناك سؤال يراود البعض، وعلى سبيل المثال يراودني: متى أن تصبح المحاكم والمستشفيات افتراضية؟ يمكن أن نقول إنه المكتبات أيضا حتصبح افتراضية، وهذا شبه مستحيل. يبقى المبنى الملموس كمكتبة ويميل إلها الانتماء والاستمتاع الجلوس داخل المكتبة كأنما تعيش الأجواء الحية ما بين جدرانها وبين كتبها ومشاهدة القراء. لذلك نتمنى أنه مكتباتنا تصل إلى الرقي وتضاهي المكتبات العالمية. إذا جينا قارنا هذا الموضوع، موضوع المكتبة والاهتمام بالمكتبة وتزويدها بالكتب وش قد هي مهمة، إذا قارنا مع بقية الدول، طبعا أغلب دول العالم تسعى لتطوير مكتباتها، تسعى لإعادة تصاميمها الهندسية وهيكلتها، أغلبها تسعى أنه هي كل دول العالم عندها التطور، كل دول العالم عندها انترنت وعندها مكتبة إلكترونية وغيرها، لكن رغم هذا يسعون إلى تطوير مكتباتهم الورقية ومزج المكتبة الرقمية مع الورقية. شلون؟ مثل منو؟ عندنا مكتبة شتوتغارت في ألمانيا، هذه المكتبة هي سميت على أساس المدينة نفسها، بالإضافة أنه هذه صممت بأحدث التصاميم، صممت على شكل شبه المكعب، تصميمها هو يغزوها اللون الأبيض، تكون بعدة طوابق تصل إلى تقريبا 7 إلى 8 طوابق، الطابق الأساسي والطابق الأرضي هو مخصص للأطفال. لاحظ النقطة شلون مهمة؟ مخصص الطابق الأول للأطفال من ناحية المقاعد مهيئة ومحببة للأطفال، من ناحية الكتب، تصاميمها، ألوانها، مواضيعها وغيرها، بالإضافة تبدي تدريجيا الكتب وتصعد إلى مراحل متطورة وبنظام معين. اللون الأبيض هو يغزوها مثل ما قلنا، لكن تلون الكتب وألوانها المميزة اضطهفت لمسة معينة واضطهفت طابع
مهم ورونق مهم انه انت رغم هذا البياض انه انت يجب ان تتلون بالمعلومات وتتلون بموضوع المعرفة والتعليم. طبعا هذا الموضوع هو مهم جدا، حاولوا انه يصممون باحدث التصاميم حتى تجذب القارئ، بالاضافه مثل ما ذكرنا قبل قليل احنا ما عندنا عوامل جذب، ما عندنا اعلانات، ما عندنا دعايه، ما عندنا اعلانات لاحدث الكتب والاصدارات، لكن هم يسعون الى التصاميم الجذابه حتى يجذبون الزائر ويعرفوا بالقراءه، بالاضافه الى توفر بهذه المكتبه قاعة للنقاشات وقاعة للدراسات، وتكون قاعة هي مهيئة للقراءة، كل طابق بمقاعد مهيئة أنه أنت تأخذ الكتاب وتقرأ به، وبالإضافة أنه تقدر ترجع أو تقدر تستعين بالكتب لفترة معينة تسجل معلوماتك جديد أن أنت محتاج الكتاب وكم كتاب أخذت. وأيضا مزجوا ودخلوا الإنترنت والتكنولوجيا بهذه المكتبة، شلون استفادوا منها؟ أنه أنت من ترجع تعيد الكتب للمكتبة انت ما راح تقدر انه تعيدها بمكانها بسبب يعني الطوابق العملاقه والسلالم الموجوده، يعني موضوع عملاق ومخيف، فانت من تشوف هيك راح تدوخ اكيد. فسووا نظام، هذا النظام انه انت شلون الاله تدخل الكتاب بها يعني باسورد وبها فهرس معين وبها معلومات دقيقه، هذا الكتاب يدخل من خلال هذه الآلة بمراحل معينة، ينقل بعربات معينة ويذهب إلى المكان اللي هو كان موجود به والمكان المخصص، يعني ماكو أيادي بشرية تتدخل تأخذ الكتاب وهي ترجع وتدور وين المكان وغيرها من التفاصيل. لنشوف شلون مزجوا بين التكنولوجيا والتطور، مزجوها مع مزجت مع المكتبة الورقية وشلون استفادوا منها، هاي نقطة. النقطة الثانية والدولة الثانية أيضا سعت إلى أن تطور مكتباتها هي الصين، تيانجن، مكتبة تيانجن، هاي المكتبة مهمة، مكتبة طبعا الصين معروفة بتصاميمها الغريبة، هذه المكتبة صممت على شكل عين، هذه المكتبة تلاحظ انه احنا نلاحظ من خلال يعني شكلها انه هي مش قد رسالة عميقة بها انه للشخص انه انت اقرأ اقرأ، هذه يجب أن تتزود هذه العين بالمعرفة ويجب أن تتلون بالكلمات المهمة. أيضا هذه تضم عدة طوابق وأيضا بها قاعة للدراسات وقاعة للمناقشات، وأيضا تضم مثل ما قلنا وكل دولة اهتمامها الأول والأساس طبعا بالأطفال، فأيضا طابق الأساس والأرض هو مهيئ للأطفال بنوع مهم بطوابع أن تكون هي شلون الكرفان يقعد بالطالب يجلس يقرأ الكتاب اللي يريده بجو هادئ معزول عن الآخرين، يعرف شنو اللي يريده حتى لو كانت قصص، كان من ضمن المنهج غير المنهج، هذه جدا مهمة. وأيضا بالإضافة إلى الطوابق الأخرى، بالإضافة إلى الشكل الهندسي والمعماري المهم اللي هو بسقفية المكتبة، نلاحظ موجودة عدة كتب لكن هي ما كتب حقيقية ثلاثية الأبعاد، توحي أنه أنت محاط بالمعرفة وبالقراءة من جميع الجهات، وهذه نقطة جدا مهمة. نسعى ونطالب الجهات المعنية ما نصير انه نسوي مكتبة بهذا العمق وبهذه المساحة العملاقة الكبيرة اللي انت تدخل بها تي، لكن نتمنى انه المكتبات الموجودة تحافظ على مكانها، ما تأخذ لتصاميم اخرى ويغير تصميمها الاساسي، ونتأمل انه هي يعيدون هيكلتها وبنائها بالامكانيات الموجودة. فالسؤال هنا احنا من نشوف الدول مهتمة وتحاول تطور من الكتب، اكيد هم عندهم انترنت، اكيد هم ايضا عندهم مكتبة الكترونية، واكيد عندهم تفاصيل كثيرة، لكن مهتمين. هذا الاهتمام يدعونا انه احنا نسأل سؤال، ما اهمية المكتبات العامة، المكتبات المركزية في حياة المجتمعات؟ تعالوا نتعرف على الاهمية اللي خلت كل الدول يسعون الى تطوير مكتباتها، شنو الاهمية؟ شوف الجواب وراجعكم. بسم الله الرحمن الرحيم. للمكتبات والكتب دور كبير جدا في تنمية حياة الإنسان، لا سيما وقيل سابقا أن الكتب هي بساتين العلماء، لذلك من الضروري التوعية باتجاه الكتب والمكتبات وجعل هذه المكتبات حالة طبيعية وحالة مفتوحة في حياة الإنسان من خلال مجموعة من الإجراءات. هذه الإجراءات من شأنها أن تسهل عملية اقتناء الكتب، باعتبار أن هنالك تحدي كبير يواجه الكتب ويواجه المكتبات ويواجه دور النشر،
والمطابع بأن هنالك توجه إلكتروني، توجه باتجاه الذكاء الاصطناعي، باتجاه التقنيات الحديثة. لا بس حتى هذه التقنيات باستطاعتنا أن نوظفها باتجاه تحديث عمل الكتب والمكتبات، لكن هذا التوجه جعل من القارئ يتجه باتجاه القضايا الإلكترونية والقضايا التقنية باعتبارها هي أسرع متناولا لدى الإنسان. لذلك حينما تدخل هنالك بعض التقنيات لتسهيل وصول الكتب والمكتبات للناس، هنا سوف من الممكن أن نعيد عمل وتطوير هذه المكتبات وتفعيل دور المكتبات في حياة الإنسان. دور المكتبات في حياة الإنسان دور لطالما كان هو الدور الذي انبثقت منه الثورات والنهضات والتغييرات على مستوى البلدان وعلى مستوى العالم، باعتبار أنها تمد الإنسان بطاقة كبيرة، طاقة معرفية، طاقة مهارية، الخبرات، القدرات، هي التي تصمم عقل الإنسان وتصمم بنية الإنسان، بالتالي تصمم المجتمعات والدول والثقافات. لذلك لها دور كبير، أيضا هي لها دور كبير في أن تجعل من الإنسان يخط لنفسه أسلوب حياة حضاري، أسلوب حياة قائم على التعايش وعلى السلمية وعلى احتواء الآخر. ومن خلال الكتب والمكتبات يستطيع الإنسان أن يمتلك العديد من المهارات، حينما يمتلك مهارة الاتصال مع الآخرين، وحينما يمتلك مهارة الحوار والإقناع والثقة بالنفس، ويمتلك الثقافة السياسية والثقافة الاقتصادية وثقافة التخطيط وثقافة الإدارة والقيادة، وكل هذه الثقافات التي تمد الإنسان بأن يكون إنساناً ممتلئ معرفي يستطيع أن يواكب كل تحدي وكل أزمة يواجهها، إن كان على مستوى الذاتي أو على مستوى الأسرة أو على مستوى العمل والمجتمع بصورة عامة. لذلك للمكتبات ركن أساسي في بناء ذات الإنسان، لا سيما البناء العقلي للإنسان والبناء النفسي. وهنا نؤكد أيضا أن لدور المكتبات دور عظيم جدا في تنشئة الأطفال، حينما نوفر دور نشر خاصة لثقافة الأطفال أو لثقافة الناشئة أو لثقافة المرأة أو لثقافة الموظف، كل هذه المسارات من شأنها أن تلبي احتياج هذه الشرائح المهمة التي يتكون منها المجتمع. أنا أعتقد أن دور المكتبات ممكن أن يكون في متناول اليد وسهل الوصول من خلال أيضا التدخل الحكومي على هذا الخط، ورفض المكتبات ودور النشر ورفض كل ما من شأنه يقدم خدمة الكتاب والمكتبات للناس من خلال المشاريع ومن خلال دولنة عملية الكتب وفتح المكتبات العامة وجعلها أماكن باستطاعة أي إنسان يستطيع أن يرتادها وبكل سهولة وتكون بمتناول اليد، لا سيما أيدي الناس الباحثين والمتخصصين للوصول إلى المعلومة الدقيقة. طبعا هذا الجهد هو مكرس من خلال معارض الكتاب التي تجرى في بغداد وبعض المحافظات، وهذا جهد يشكر عليه طبعا الجهد الحكومي وبعض مؤسسات المجتمع المدني، لكن نريد بالنتيجة النهائية أن يكون أو تكون المكتبة والمكتبات حالة طبيعية سهلة ويسيرة وبمتناول اليد لدى جميع الأفراد، وندخل عملية ثقافة الكتب والمكتبات إلى البيوت، فتكون رؤيتنا هو وجود مكتبة في كل بيت، مكتبة متنوعة من كتب التاريخ والسياسة والاقتصاد والدين وكل الكتب التي من شأنها ترفع من مستوى وعي الإنسان وتطوره وثقافته. إذن أحبتي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب أن نركز على بعض النقاط المهمة جدا، هي يجب إعادة الإعمار وإعادة هيكلة البنى التحتية للمكتبات المركزية العامة بأشكال هندسية تناسب التطور وتناسب العصر الحالي. ثانيا، يجب أن تزود هذه المكتبات بأصحاب الاختصاص، ويجب أن تكون أهدافها الأساسية مفعلة بشكل أساسي لكل
فرد ولكل شخص يحب ويتجه إلى القراءة. ثالثاً يجب أن تكون هناك هذه المكتبات مزودة بالكتب وبالأمور المهمة لحياة الفرد، وتكون برونق جديد وبعوامل جذب تجذب كل شخص. وأخيراً يجب أن تكون المكتبة المدرسية مفعلة على الجهات المعنية أن تأخذ بنظر الاعتبار موضوع المكتبة المدرسية حتى ننشئ جيل واعي مثقف يحب القراءة، ونبعد كل البعد عن عالم التطور والتكنولوجيا والإنترنت وغيرها من الأمور. في النهاية نقول خير جليس في الزمان كتابه. إذا أحبتي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وموضوع جديد. إلى اللقاء.